إذا للوقوف على تطورات المشهد في فلسطين ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الكاتب والباحث الفلسطيني عماد أبو عواد. أستاذ عماد، مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى الأخبار، منظمات الهيكل تدعو لاقتحام جماعي للمسجد الأقصى المبارك رغم كل هذه الانتهاكات التي حدثت خلال الأيام الماضية، ولكن بماذا تفسر هذا التصعيد من منظمات الهيكل والتوقيت؟ تحياتي لك للجمهور المشاهدين الكرام. ما من شك عند الحديث عن جماعات الهيكل لابد من الحديث في الإطار بشقين. الشق الأول هو شق التدرج الذي نجحت فيه الحكومة الصهيونية، بحيث أنه بتنا في العشر سنوات الأخيرة يعني نرى نجاحات لهذه الحكومة على الأرض، بحيث أولا قدرتها على رفع عدد المقتحمين للمسجد الأقصى بنسبة 700%، بحيث كان في العام 2009 حوالي 6000، اليوم نتحدث عن 40000 سنويا. هذا من الجانب الأول. الجانب الثاني، تقريبا استطاعت أن تقسم المكان زمانيا بحيث يدخل المستوطنين ويمارسوا إلى جانب ذلك الصلوات، وهذا الأمر كان ممنوع سابقا. الجانب الثالث، البدء عمليا منذ 3 سنوات وما يزيد ببناء ما يعرف الجسر الذي تريد إسرائيل أن تمرره من فوق المسجد الأقصى. على الشق الآخر، الجماعات المتطرفة ترى بأنه الوقت مناسب، من حيث أن الحكومة هذه ضعيفة وتريد إثبات أنها يمينية من خلال عملها على الأرض ومحاولة أن تثبت للجمهور أنها يمينية. هذا الضعف يشجع هذه الجماعات للذهاب بهذا الاتجاه بشكل واسع. أستاذ عماد، بالتزامن مع هذه الاستفزازات الصهيونية، الاحتلال يصعد من الاعتقالات. هذه السياسة، سياسة الضربات الاستباقية، هل من الممكن أن تؤدي لتنشيط المقاومة أكثر أستاذ عماد؟ أنا أريد أن أقتبس هنا ما قاله بروزون ميخائيل، وهو كاتب بارز لصحيفة هآرت. نعم. كتب مقالا تحت عنوان تقولون منعنا 10 عمليات ولكن كم عملية جلبتم، يخاطب الحكومة الإسرائيلية ويقول بأن كل سياسة الضغط، الهدم، القتل، التنكيل، الحصار للفلسطينيين لم يساهم إلا بالمزيد من العمليات. فبالتالي السياسة الإسرائيلية على الأرض هي أحد عوامل تحفيز العمليات الفلسطينية. جزء كبير من هذه العمليات يأتي ردا على هذه الأعمال. بالتالي لا الاعتقالات ولا كل الإجراءات الأخرى ساهمت في الحد من المقاومة، على العكس تماما، المقاومة الفلسطينية تصاعدت في ظل الضغط الإسرائيلي. لكن الأمن الإسرائيلي يبدو لا يريد أن يعي هذا الدرس بشكل واضح، يستمر بذات السياسة، والغريب أن هذه السياسة تقود إلى المزيد من خلخلة الأمن وليس حفظ الأمن. أستاذ عماد، على المستوى الشعبي تعتقد يعني أو إلى أي مدى تأثرت الحاضنة الشعبية بعد سياسة العقاب الجماعي الذي ينتهجها الاحتلال، تعتقد ذلك؟ أنا باعتقادي تأثرت إيجابا. نعم. بمعنى اليوم نحن نتحدث عن ارتفاع كبير في منسوب المشاركة الشعبية. هذا الارتفاع كان مفاجئ لنا حتى كفلسطينيين حقيقة، يعني كنا دائما نستبعد أن يكون هناك مشاهد شبيهة بالانتفاضة الأولى أو الانتفاضة الثانية، على وقع أن الشارع الفلسطيني مفبط في ظل عدم قدرة المستوى السياسي على قطع أي ثمار بعد أي حراك فلسطيني. لكن تفاجأنا ما يحدث على الأرض حقيقة، ارتفاع كبير في منسوب الاحتضان الشعبي للمقاومة والمشاركة عمليا في المقاومة الشعبية، وبالتالي هذه الحالة تأخذ حيزا متزايدا. أستاذ عماد، في المقابل هناك دعوات للتظاهر بالداخل، هو أيضا هناك تنديدا بالعدوان على المسجد الأقصى المبارك، لكن هل تؤثر هذه التظاهرات في حماية المقدسات؟ ألا ترى أن العائد مزيد من المعتقلين والمصابين كما يقول البعض؟ يعني هو من هذا الجانب صحيح، لكن أي شعب تحت أي احتلال من الطبيعي أن يقدم شهداء، ومن الطبيعي أن يقدم أسرى، ومن الطبيعي أن يقدم معاناة، لأنه لا يمكن أن يكون هناك شعب تحت الاحتلال ويريد التحرر من الاحتلال دون تضحيات. فبالتالي مشهد وجود الاعتقالات ومشهد وجود الإصابات ومشهد وجود الشهداء باعتقادي دليل أن الشعب حي، وبأن الشعب يريد استعادة حقوقه، وبأن الشعب الفلسطيني يؤمن فقط بخيار المقاومة للخلاص من الاحتلال. فبالتالي من يريد القول بأنه هناك معتقلين وهناك إصابات وهناك وهناك وهناك، باعتقادي هذا التيار للأسف الشديد هو تيار مثبط وليس تيار مساهم في نجاح المقاومة الفلسطينية. أستاذ عماد، بيانات شجب للانتهاكات التي حدثت في المسجد الأقصى المبارك،
صدرت عدد من الدول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية، ولكن العلة في الموضوع أو المفصل في هذا السؤال، ما الذي يمكن أن يبنى عليه دوليا في ظل الصمت العالمي لهذه الانتهاكات الصهيونية؟ لم أفهم آخر السؤال لو سمحت. يعني بيانات شجب للانتهاكات صدرت من عدة دول من بينها تركيا والمملكة العربية السعودية، ما الذي يمكن أن يبنى عليه دوليا في ظل الصمت العالمي للانتهاكات الصهيونية؟ للأسف الشديد يعني الشجب والاستنكار لا يقدم ولا يؤخر في مسيرة القضية الفلسطينية، ربما يشوش على إسرائيل لكن على الأرض حقيقة لا يقدم كثيرا للقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية تعتمد على عمود أساس واحد هو حراك الشعب الفلسطيني لنضاله مقاومته. ازدياد المقاومة هو الذي سيدفع الدول لاتخاذ مواقف أكثر حسما تجاه الاحتلال، أما ابتعاد الشارع الفلسطيني عن مقاومته سيؤدي إلى المزيد من التطبيع والهرولة للأسف الشديد وإعادة العلاقات مع إسرائيل، وبالتالي فلسطينيا لا يعول كثيرا على هذه المواقف، وإن كنا نحترمها ونقدرها لكن في ذات الوقت على الأرض لا تؤخر ولا تقدر. أستاذ عماد، المجتمع الدولي على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعني قال بأنه يشعر بالقلق كالعادة، وأيضا دعا جميع الأطراف إلى تهدئة الوضع. هل يمكن أنتم كفلسطينيين التعويل على المجتمع الدولي في إنهاء هذه الانتهاكات الصهيونية للمسجد الأقصى المبارك؟ مطلقا لا. للأسف الشديد النفاق الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية هو دائما ما كان بجانب الاحتلال. رأينا المفارقة الغريبة في تعاطيهم مع الملف الأوكراني في المقابل الملف الفلسطيني، كان الذي يقع تحت الاحتلال يتهم بالإرهاب والإرهابي الحقيقي يعامل على أنه دولة شرعية. المجتمع الدولي هو من أنشأ هذه الدولة وهو مجتمع للأسف منافق جدا، وكفلسطينيين نرى بأنه كل بيانات المجتمع الدولي التي أحيانا تأتي لصالح الشارع الفلسطيني لم تؤثر على مسار القضية. من الضفة الغربية الكاتب والباحث الفلسطيني عماد أبو عواد، شكرا جزيلا لكم.